فيست فورجن شادو تورش والعنوان المجاني على متجر إيبيك جيمز لنهار اليوم، وسيقدم تجربة أكشن بلاتفورمر مع أجواء ستيم بانك وعالم مقدمة بطابع الميترويدفينيا، وتدور أحداث اللعبة في مدينة تدعى تورش يسكنها مجموعة من الحيوانات لكن بأشكال بشرية. تم احتلال هذه المدينة من قبل جيش من الآلات وفاز سيطرته على كل شيء، هذا ما جعل الشخصية الرئيسية في اللعبة الأرنب يغادر المكان ويعيش في عزلة، لكن يتم اختطاف صديقه، وهنا تبدأ رحلة مطاردتك لجيش الآليين ومحاولة تحرير صديقك من قبضتهم. أما بالنسبة للجيم بلاي فهو شبيه كثيرا لتجارب الميترويدفينيا الكلاسيكية، حيث قدم من منظور جانبي، ويجب عليك الاستكشاف وتخطي بعض مراحل بلاتفورمر وأيضا بعض الألغاز، ومع هذا ستواجه كبير من الأعداء، ولديك بعض الأسلحة مثل اليد المعدنية وأيضا بعض القدرات مثل عصير الجزر. أما بالنسبة للعالم فستحتاج دائما للاستكشاف للحصول على بعض الأشياء قد تفيدك، ورغم أنها لعبة ميترويدفينيا إلا أن الخريطة والطرق ليست معقدة ويسهل استكشاف كل المسارات، وأيضا يوجد العديد من نقاط السفر السريع ستسهل عليك مهمة العودة والاستكشاف من جديد. فيست فورج إن شادو تورش قدمت تجربة جيدة للعبة إندي، ويمكنكم ملاحظة هذا من تقييماتها التي تتراوح ما بين 1.8 من قبل النقاد و7.1 من قبل اللاعبين على موقع ميتاكريتيك. هي المجانية 12 على متجر إيبيك جيمز لحدث نهاية السنة، وبمجرد إضافتها إلى مكتبتك سوف تبقى معك إلى الأبد. وهنا الشباب حنا نختم حلقتنا لليوم، مثل ما قدمنا هنا لجبكم، ولا تنسونا بسبسكرايب واللايك وعلى فيديو آخر. استودعكم الله، سلام.